شو الدبرة؟ هذيل الاثنين شنهم نار وكبريت، مو راضين يسكتون. انت ليش ما قلت لهم شعر ورا هالخبر؟ مو مهم من ورا الخبر، هذه جريدتي وانا مسؤول عن كل خبر قاعد ينزل فيها. صدقنا مشعل زودها شوي بس يعني ما توقعت ان الامور توصل لهني. استاذة ليلى عادي سألت سؤال؟ اي عادي تفضل. انت مسوية عملية تجميل حق خشمك؟ لاحظ كنا الغرز باينة وخشمك مو سيدة، يعني اليسار شوي. خشمي؟ لا مو سيد للتجميل. انت شفيك؟ انت شايف المصيبة اللي احنا فيها؟ ليش مدقق بخشمي يعني؟ ترى الموضوع ما يزعل عادي، الحين في عيادات تصحح عيوب عمليات تجميل، تقدرين تسوي لها عملية تجميل ثانية. انت ظاهر نسيت انا منو انت منو؟ شلون تكلمني كذي؟ هي عدل كلامك، ظاهر نسيت انا منو.